تذكرون أيام هبت بيع ورق العنب؟ إيه ولا هذه الأيام راحت الآن في هبات بيع غريبة عجيبة ما قد شفت مثلها في حياتي، خصوصاً مع المتاجر الإلكترونية وسهولة إنشاء متجر. اليوم تخيلوا أول متجر معانا اليوم يبيع نكت، ما أمزح، يبيع نكت. خلونا نشوف الصورة الأولى، هذه واحدة فاتح متجر لبيع النكت وسعر النكتة مثل ما احنا شايفين 2.99 ريال. هلا لا ولا، وكمان نزلت كم الدخل اللي جابته اللي هو 5726 ريال، معناته باعت على 1900 بني آدم. طيب لهالدرجة اليوم النكتة صارت بفلوس؟ وانت ما شريت الحين؟ انت شريتي؟ انت علمني، انت شريت ولا لا؟ لا والله طبعا. خلاص ما راح اعطيك النسخه حقتي. من جدك شريتي؟ نبي نضحك يا اخي، يا اخي نبي نضحك. ايش النكته؟ ايش النكته اللي طلعت؟ طيب سمعت اخر نكته؟ لا ولا انا. هذا اللي اشتريتها ترى. هذه النكته اللي شريتها. على فكره لا، انت محتاجه المتجر جود، انت محتاجه المتجر، لو في اشتراك شهري اشتركي شهري. باخذ. انت قلت 1901؟ ايه ترى 900 هي. هي لغة طق 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 تحديد الشراء. شوف بقول لك